حاضر نورنا والله كذا. عايزينك تكلمينا النهارده عن فيلم حظك اليوم وانك انت اصلا اللي شجعك انك تدخليه. لا انا بتشجع جدا، انا كل اصحابي ابطال الفيلم اصلا، مولا طه هدى المفتي وكل كل الضيوف الشرف حلمي وشهد وطبعا مروان يونس بسنت، كل الناس دي بحبها وحبايب قلبي وجايه اشجعهم. مبسوطه ان الفيلم شبابي كده فيه روح حلوه. يعني اكتر موقف مثلا تكون بيحصل دايما معاك وما بينك وما بين الكواليس وبعد ما خلصتوا الكواليس بتفتكروه تقول يا نهار ابيض شفتي حصل كواليس ايه؟ حظك اليوم اكيد هم اصحابك. لا لا ما حكوليش حاجه وحياه ربنا. لا لا والله لا 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 والله مش موقف كده حد اتعرض لحاجه. لا لا والله لا خالص. ايه ده احنا مش جايين نتهزق هنا؟ لا 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 شايفه في ناس افورت قالت ان ده انهيار للقيم وان كل واحد بينجح ضايع ومش عارف ايه، وناس قالت يا جماعه واحد الناس دي هي اللي بتنجح الحاجات دي برضه على فكره. يعني ما هو انتوا لما تخشوا تشوفوه مره واثنين وثلاثه هو ده اللي بينجحوا بقيه الفيوز. صح، يعني دي دراسات معموله ان هو اللي بيشوف ايه الفيور شيب. انتوا اللي بتشوفوا الحاجه وبعدين تقولوا ايه ده مش حلو ما تشوفوش اصلا، فاهم؟ وبعدين عايز ان كل واحد يعمل اللي هو عايزه، واللي مش عاجبك ما تتفرجش واللي عاجبك اتفرج. انا مقتنعه بكده. كل واحد لمتابعه الاخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكات الفني www.clacketnews.com.